الله، السرير ده بيدفي قوي ومريح جدا، اريح من سريري بكتير. ايه ده، انت نايم على السرير بتاعي؟ تقولي انا اتفضل اقوم من هنا. لا، السرير ده مريح قوي. طب ممكن تسيبيني 5 دقايق بس زيادة؟ لا، قوم، بقولك قوم من على السرير بتاعي. اقوم هطلع لك فوق. يا اما سيبيني بس 5 minutes كمان وخلاص، وهقوم من على السرير. يا جوليان، قوم بقى، قوم بقى، بقولك قوم، 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 بقولك قوم، عشان خاطري بقولك قوم. ياه، طب خلاص خلاص، انا هقوم. ده انتي السرير بتاعك حلو كده عشان تقعدي بتتنططي عليه. انا هقوم اروح اشوف سرير بتاع هنا. الله، ده حلو جدا في التنطيط، شفتي جامد ازاي؟ ايوه، عشان كده بحب بقعد اتنطط عليه. لا لا لا، ده فكرته حلوه جدا، حلو قوي التنطيط ده. انا هروح بقى انط على السرير بتاع مين؟ هنا. طيب ماشي، اوكي، انزل بقى يا جوليان، روح سرير هنا وسيب السرير بتاعي. لا، بقولك يا تيوري، بطل رخامة وانزل. طب طب، خلاص خلاص، انا هنزل اهو. باي باي باي. انتي خليكي انتي قاعدة هنا لوحدك في السرير بتاعك الرخم ده، وانا هروح عند مين؟ عند هنا. اوه، باي باي، هروح انا في اوضة هنا وهقعد هنطلع في السرير بتاعها. عايزة حاجة مني يا اما؟ لا مش عايزة، انا السرير بتاعي برضو احلى من السرير بتاع هنا. يوه، عيلة رخمة قوي. اما اروح بقى اوضه هنا واقعد اتنطط فيها شويه والعب هناك وانبسط بقى جدا بيها. اوه، السرير بتاعها عالي قوي، احاول بقى ان انا اطلع فوق وانط عليه عشان اعرف ان انا اوصل. يا نهاري، ده سرير عالي جدا. الله، لا وكمان المخده بتاعتها مريحه جدا، اقعد بقى اتنطط عليها. اوه، مسليه قوي، عماله اتنطط بقى اتنطط. ايه ده؟ ايوه، ايه دي، انت كويس؟ مش عارفه نقعد الميس طردتنا من الامتحان. جوليان، بتاعي كيف فاضي على السرير عمال بتتنطط عليه؟ وقعت. اه يا راسي، اه يا راسي، خضتيني انا. ايه اللي فيها؟ كنت بتنطط بس على السرير بتاعك، حد يطلع على السرير بتاع حد بالجزمه بتاعته؟ طب انت كويس؟ انا متضايق منك قوي. ايه يعني اللي انا عملته؟ كنت بتنطط بس على السرير. لا، انت طلعت على السرير بتاعي بالجزمه كمان. انا اعورك، انا هنط عليك وعضك، واقعد عضك عضك عشان تحرم تطلع على سريري تاني. يوه، ده انتي رخمة جدا. خلاص خلاص، مش عايز منكو حاجة، ولا انتي ولا اما. هروح احب في السرير بتاعي والعب فيه. ده رخم قوي جوليان، ده عمال يبوظ لي السرير بتاعي ويتنطط عليه بالكزمة. اوف، انا متضايقة منه جدا. ايوه يا ديف، كنا بنقول ايه؟ لا لا معلش، اخويا بس كان بيرخم عليا شوية. لا لا عادي عادي، متعود على كده يا حبيبي. اوف، البنات كلهم طردوني من الاوض بتاعتهم، بس لسه فاضل سرير تاني، سرير ماما وبابا. هروح كده ولا اشوف السرير بتاعي؟ مش عارف. طب اطلع كده بقى اجرب عليه. لا، انا هروح الاول عند اوضه ماما وبابا واشوفهم السرير بتاعهم اخبار ايه، واتنطط عليه واتنطط بقى عليه براحتي. ايه ده، الله، ده مفيش حد بقى كده كمان. هطلع بقى دلوقتي كده، هو اقعد بقى اتنطط اتنطط. اوهو، وهقعد العب بقى بيه زي ما انا عايز. الله، ده بيتنطط كتير جدا. واو، بتنطط جامد قوي. ايه ده، مين هنا؟ مين عمال بتنطط على السرير؟ ماما. ايه ده، انا ما خدتش بالي خالص ان انتي نايمة هنا، معلش انا اسف. بعد ايه جولين صحتني من النوم عمال بتنطط فوقيا؟ في ايه؟ ابدا يا ماما، دكتور تلعب بس في السرير. لا يا ابني، ما ينفعش تلعب على السرير كده، وهتبوظ لنا المراتب. الله، وانا كل ما اروح حته حد يطردني. طب اروح اتنطط فين؟ طيب ما اعرفش، عندك السرير بتاعك روح اتنطط عليه، وما تجيش الاوضه هنا تاني، عايزه انام شويه. الله، بقولك عايزه انام. طيب طيب، حاضر يا ماما، خلاص هسيبك تنام. يا ساتر على الست دي، عماله تزعق كده. طب احاول ان انا اروح هناك واشوف ايه الاخبار هنا. خلاص خلاص، هضطر بقى اطلع على السرير بتاعي واقعد اتنطط عليه ونشوف هقدر العب بيه ازاي. اوه، واو، ايه
ده السرير بتاعي طلع فعلا تحفة، قاعد بتنطط بقى عليه واحسن من اصلا من السرير بتاعتهم. الله ده سرير يجنن، انا صراحة بقيت احب السرير. يا نهاري ده السرير بتاعي اتكسر، مش قادرة اصدق نفسي، السرير بتاعي اتكسر، السرير اللي كان معمول من ليجو بتاعي اتكسر. اعمل ايه يا ربي في نفسي، اعمل ايه عشان اعرف ان انا اصلحه؟ انا متضايقه قوي. ماما طب اروح اقول لهم ولا ما اقولهمش؟ لا لا خلاص انا مش هقدر ان انا اقول لهم، انا لسه عامل حوادث كتير قوي في البيت، ولو قلت لهم هيمسكوا يضربوني. اوف متضايقه قوي. ايه ده انت كسرت السرير بتاعك؟ ايه ما مالكيش دعوه بيا، اقعدي في السرير بتاعك وخليك انت فيه. ما عندكش سرير دلوقتي، ما عندكش سرير دلوقتي. اما قلت لك مالكيش دعوة بيا. يو انا ماشية وسايباك. بابا بتفرج على الفيلم؟ تعالوا تتفرجوا جنبي على الفيلم عشان في فيلم حلو جدا، فيلم السهرة، وانا كمان هقعد اتفرج عليه معاكم. اوهو في كده؟ لا لا انا عايزه كرتون، عايزه كرتون. لا يا اما قلت لك معلش النهارده في فيلم مشوق قوي هنتفرج عليه بعد كده لما تشوفي انت عايزه ايه. انا عايزه كرتون، عايزه كرتون. النهارده انا متضايقه قوي، مش عارفه اقول لبابا ولا بقولوش، ولا هيحصل فيا ايه اذا العيال الاتنين ناموا. قوم يلا جوليان اطلع على اوضتك عشان تعرف تنام هناك. جوليان انا هشيل اما واوديها الاوضه فوق. جوليان يلا اطلع على اوضتك عشان تعرف تنام هناك. يا جوليان اطلع يلا على اوضتك. حاضر يا بابا حاضر، هروح على اوضتي اهو. يا نسيت خالص، يا ناري ده السرير بتاعي اللي مكسور، اعمل ايه؟ انا مش عارفه انام فين النهارده، لازم اروح اقول لماما وبابا ان انا كسرت السرير. خلاص مفيش حل، ماما وبابا انا كسرت السرير. ايه كسرت السرير؟ احنا لسه جايبينهولك جديد. ما كنتش واخد بالي، عمال بتنطط عليه راح اتكسر مني، انا متضايق قوي. يا نهار يا جوليان كده تكسر السرير، احنا لسه جايبينهولك. انا هحاول انام عليه كده احسن محدش. خلاص ما تقوليش حاجة، انا هحاول انام عليه كده شوية. لا لا يا جوليان ما ينفعش طبعا يا حبيبي، قوم بقى من عليه. يا نهاري ده اتكسر خالص السرير، ما كنتش متوقع. ايه ده يا جوليان اللي انت عملته ده؟ ابدا يا ماما والله كنت قاعد بتنطط بس كده واتكسر مني. ازاي حد يكسر السرير بتاعه كده؟ معلش والله يمكن اكلت كتير ولا حاجة. طيب خلاص ماشي ما تقلقش. انا يا نهاري بصوا العيلة كلها جت. اوه انت كسرت سريرك كده يا جوليان، تعالى ده انا هوريك، ده انا هنفخك عشان اللي انت عملته ده. لا يا بابا بجد انا ما قصدتش، يعني ده انت هتتنفخ، هتتنفخ علشان اللي انت عملته ده. ايه يا بابا والله انا ما قصدتش اعمل حاجة يعني. خلاص تعالى نام معانا النهاردة، وبكرة الصبح نبقى نشوف حل في السرير ده بقى، نبيعه ولا نجيب واحد تاني ولا نصلحه ونعمل فيه. بجد يا بابا انا ما قصدتش، انا ما كانش قصدي حاجة يعني. والولد ده كل شوية كسر لنا البيت، انا خلاص زهقت منه مش عارف اعمل فيه ايه، كل شوية كسر لنا حتة حتة في البيت. هتضطر بقى النهاردة تنام في سرير اما صغنون لحد بكرة. ايه هنام انا في السرير ده ازاي؟ ده صغير جدا عليا. نعمل لك ايه طيب دلوقتي؟ مفيش اي حل تاني غير ده؟ لا لا بس ده فعلا صغير جدا، ده لونه كده برتقالي. هينام في اوضة البيبيات، جوليان كبير هينام في اوضة البيبيات. يوه انا مش عارف انام خالص، السرير وحش جدا، مش عارف ده صغير جدا وانا يا دوبك مش عارف اتحرك فيه. لا ورجلي خابطة من كل حتة، اتصرف ازاي اتصرف ازاي؟ انا حاسس ان انا رجعت بيبي تاني، اعمل ايه؟ طب حل في المشكلة دي، اعمل ايه حل في المشكلة دي؟ مش عارف خالص. طب اما ممكن انام جنبك شوية لحد ما الموضوع يخلص؟ الحمد لله. ايوه تعالي نام جنبي.
بجد ميرسي اوي يا امل، انتي خدتيني جنبك عشان انا بجد كنت هموت مش عارف انام خالص في السرير بتاعك الصغنون ده. الحمد لله هنام بقى كويس الحمد لله، عشان انا كنت عايز هموت وانام اوي. ايه الصبح جه والحمد لله نمت كويس. اوه اروح بقى النهارده الحضانه، وبعد كده بقى ايه اروح اغير هدومي والبس بقى في اوضتي. ايه ده، واو انتي صلحتي لي يا ماما السرير بتاعي، الله انا مبسوط منك قوي بجد، ميرسي جدا يا ماما، ربنا يخليكي ليا، شكرا 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 يا ماما، شكرا بجد، شكرا يا حبيبتي، شكرا ميرسي قوي. المهم يا حبيبتي متعرفش بقى تنطط عليه تاني عشان ما يكسرش. اوكي خلاص خلاص يا ماما، مش هتنطط عليه تاني خالص. طيب ميرسي يا ماما بجد، انتي احلى ام في الدنيا، وانت كمان يا حبيبي انا مبسوطه منك قوي. كمل بقى مذاكرتك بس كويس عشان انبسط منك اكتر واكتر. ماشي حاضر يا ماما اللي انتي تقولي عليه. ماشي حبيبي، خلي بالك من نفسك بقى، الى هتبوسه. يلا باي باي.